الله جدا في العرش معتلي سلامي لضيوف الحفل ومناد مهدل قال راشد قلتها وقالي وافيه والثاني يهدينا على ذلك يا علي لنبي الدعوة على سند مزملي أبو سند راعي المطاليق النجامية ربي الخلاق إذا في العرش معتلي سلامي لضيوف الحفل ومناد مهدلي قال راشد قلتها وقالي وافيه والثاني يهدينا على سعيك يا علي لنبي الدعوة على سند مجملي أبو سند راعي المطاليق النجامية ربي الخلاق إذا في العرش معتلي سلامي لضيوف الحفل وقادي مهدلي تسمع لي راشد قلتها ورجالي وافية لنبي الدعوة على سند مجملي أبو سند راعي المطاليق النجامية الخلاق في العرش معتلي سلامي لضيوف الحفل وأولاد مهدلي تسمع لي راشد قلتها ورجالي وافية ومثاني يدينا على سعد يا علي لنبي الدعوة على سند مجملي أبو سند راعي المطاليق النجامية ثاني يهدينا على سعيك يا علي لنبي الدعوة على سند مجملي أبو سند راعي المطاليق النجامية ربي الخلاق إذا في العرش معتلي سلامي لضيوف الحفل وقادي مهدلي تسمع لي راشد قلتها ورجالي وافية ثاني يهدينا على سعيك يا علي لنبي الدعوة على سند مجملي أبو سند راعي المطاليق النجامية يا بسم الله الرحمن وصلي على النبي الهاشم العدناني وبعدها قد وصلنا داعيهم داعي علي المحزب الملياني فينا نشارك حفلكم ونهني الشيخ فتحي وابنها الشيهاني مبروك والله يسعدك يا ماجد مبروك للأخوان والعماني نسبت شيخ وافي ومقدر راح الكرم والجود والإحساني من الحجر أهل الوفاء والطيبة وانعم بابو مازن وحي أخواني وانعم بابو فتحي محمد جابر وانعم تركة مهدل الرشداني وانعم تلك مهدل الرفداني جينا على ساقة حسين الوافي أبو سند تتقدم الشباني جاكم برمز للوفاء والخوة 10,000 وهدية وحزامي من كانها تجمل فهند مجمل كفه وصل للباصي ولداني وقصر شيء في عطايا الوافي ويكمله ما بيننا واختامي صلاة ربي على النبي محمد صلوا عليه وسلموا يا إخواني. بالنسبة للهدايا فالهدية هدية العريس جنبها فضة لاستاهلها المحزم المليان علي مهدلي والمعونة لعلي مهدلي خاصة هذا ما جرنا وسلامتكم وعليكم زود مجملين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحييكم باسم الشيخ جابر بن حسن جابر الفارسي شيخ قبيلة البوازة وجدي مهدلي بن جابر الفارسي والد العريس هذه الليلة فتحي محمد الفارسي وعمه علي مهدلي الفارسي ترحب فيكم جميعا وأقول مرحبا وإعداد براق العشية يا أهل الفزعات في روحه وجية ربعي اللي دمها يكبر حمية أهل القريب عن المعيد يا من يعم وصدقان ولابة صفكم يظهر بجوده والقدابة والذي قدم بكم جزل الخطابة حيكم وأهل الألوف جيتم على ساقة وفي معنز لنا حسين علي ومحضره شرف لحفلنا وانتم عصابتنا وهو درع اللي جنبنا ما فيكم القصور آل فارس لو تباعدنا لساعة ما فرق ظلنا على حدوده وضاعه والدليل أني أقف بين الجماعة صف خلفي ولا ما
أنا واقف بينكم وأفخر وباهي. يا لفارس يا عصب راسي وجاهي، وين ما قبلت في كل اتجاه يعتزي فيكم وأقول لا بتيل أول وأنا والناس تاني. ما زدتم الصدور إلا بهجة وسرور، ولا زدتم المكان إلا نور على نور. فارحب والله يحييكم من طلاقتكم وشهامتكم، جيتم بهذا الصف الوافي المتكامل، ومن مروتكم وجودكم جيتم بالعطاء والهدايا. فالله يخلف عليكم، والله ما دعيناكم لها ولكنكم أهلها ومحلها. الله يخلف عليكم ويجمل حالكم ويبيض وجيهكم. وأنا يا محدثكم لا يسعني أقول في هذا المكان إلا والله أنه يكسوني يجي الباب الفخر إني عشت لهذا اليوم ووقفت ما بين صفين لابتي. فمن هم خلفي؟ من قدروني وأنا من كبروني وأنا أصغرهم، ومن قدموني وكبروني وأعلوا مقامي وأنا خدام نور السمكتام ختام القول. ما ودي أطيل عليكم، فأنتم مضيفين ولستم ضيوف. الله يحييكم من ممشاكم الملفاكم، تفضلوا مرحبا الملوك. الله يحييكم، حياكم الله. الله يحييكم، مرحبا أب، حياكم الله، مرحبا أب. الله يحييكم، حياكم الله.